يقول: في صلاة الجماعة هل يجوز لي الدعاء بجلسة بين السجدتين بعد أن أقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي؟ مواطن الدعاء في الصلاة سبعة، مواطن الدعاء في الصلاة سبعة، كلها يجوز لك فيها أن تدعو الله تبارك. أول موطن بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، اللي هو دعاء الاستفتاح كذا، هذا دعاء. الموطن الثاني أثناء قراءة الفاتحة والسور القرآن، وهو يقرأ الإنسان لا مانع أن يدعو إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب أو غير ذلك، يدعو الله تبارك وتعالى أثناء القراءة. الموقع الثالث، الموضع الثالث في الركوع، وإن كان الركوع قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، إلا إنه جاء في الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث. الرابع بعد الرفع من الركوع، هذا الموضع الرابع في الدعاء. الموضع الخامس في السجود، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى، وهذا أقرب ما يكون للإجابة. الموضع السادس بين السجدتين، أن يدعو بين السجدتين جائز لا مانع. الموضع السابع بعد التشهد قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ادعو الله بما شئت، أي في هذا الموضع. هذه سبعة مواضع يجوز الإنسان يدعو، بل يحرص الإنسان على أن يدعو فيها ما عدا الركوع، الأصل فيه تعظيم الرب، إلا هذه الجزئية وهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، جمعت الأمرين التعظيم والدعاء.